بصبح عليكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من حلقات بنصبح عليك، معكم أنا سارة الهلالي وحلقة يوم الجمعة بنتمنى أنها تحوز على رضاكم. النهاردة 27 سبتمبر 2024 بنودع شهر وهنستقبل شهر جديد إن شاء الله، وبنودع موسم الصيف وبنستقبل الخريف. يا رب دايما تكونوا في أسعد حال مشاهدينا الكرام. ومعانا مداخلة تليفونية مهمة في التوقيت ده، زي ما قلت إن احنا بنودع فصل الصيف وبنستقبل فصل الخريف ومن بعده الشتاء، بنودع فصل الأجازات وداخلين على فصول الدراسة، وبالتأكيد ده بيحتاج تأهيل نفسي. اسمحوا لنا يكون لينا هذه المداخلة مع الأستاذ أحمد القاضي استشاري الموارد والتنمية البشرية. أهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذة سارة، وصباح الخير على كل السادة المستمعين والمشاهدين، وكل سنة رب هم طيبين وجمعة سعيد عليهم يا رب. بصبح على حضرتك. وطبعا كل الولاد كانوا في أجازات طويلة، أخذنا على مواعيد يعني ممكن نقول متأخرة شوية، أخذوا على اللعب، أخذوا على البحر، ما بقاش في نقدر نقول روتين ثابت كل يوم. إزاي إحنا نقدر ننقلهم النقلة دي بشكل خفيف، خصوصا الصغيرين في السن، ان هم مش هيتفرجوا على التلفزيون كما يجب، مش هيمسكوا الموبايلات والجيمز زي العادي، هيبتدوا يدخلوا في روتين صارم الى حد ما. النقلة دي تكون ازاي بدون ما يكون ليها اي اضرار نفسية؟ طيب تمام، كلام حضرتك منطقي جدا، بس خلينا نقول لهم الاول الحمد لله على السلامه ويا رب عام دراسه سعيد عليكم. احنا عندنا هنا في مصر التركيبه السكانيه عندنا تقريبا حدود 40 مليون طالب وطالبه، ممكن تخيل ان دول كلهم بيبتدوا عام دراسي في وقت واحد ما بين حضانه وتمهيدي ومدرسه وجامعات، فطبعا ده ما شاء الله عدد كبير جدا، فمحتاجين ان احنا نسبورتهم ونبقى موجودين معاهم عشان خاطر يبتدوا عام دراسي جديد ونبتدي ناهل المجتمع مورد بشري ان شاء الله ناجح يقدر يقود قطار التنميه البشريه والتنميه الاقتصاديه والحضاريه في مصر. خلينا نقول لهم ان احنا عندنا شكل سداسي الاضلاع، هنتكلم عليه بس سريعا كده، هو ازاي ممكن ياهلنا بشكل سريع ان احنا ان شاء الله ندخل للعام الدراسي الجديد. اولا احنا لازم ناهل نفسنا ان احنا ننام عشان خاطر جسمنا والبدن بتاعنا يبقى صحيح وسليم، فلازم ده اول ضلع، لازم نعود نفسنا في الفتره اللي قبل دخول المدارس ان احنا نقعد على الاقل 10 ايام عشان نقدر نظبط الساعه البيولوجيه بتاعتنا. فنبتدي عندنا اسبوع كامل نبتدي او 10 ايام نبتدي نعود نفسنا ونأهل نفسنا ان احنا ننام فعلا بدري، ما يبقاش عندنا تاخير في النوم فيبتدي ساعتنا البيولوجيه تتعود على اللي حصل خلال 3 شهور الاجازه، لا لازم نعودها على كده. ادي واحده. اثنين، احنا لازم نتغذى تغذيه سليمه للضلع الثاني عشان خاطر نقدر نواصل يومنا، عشان يومنا يبقى ماشي بشكل مستقر وسليم، فلازم نتغذى تغذيه سليمه، وده دور اسري يبتدي يعودوا اولادهم على كده، ياكلوا ايه وياكلوا حاجه تبقى مفيده ليهم. عايزين يبقى عندنا الضلع الثالث، يبقى عندنا ذهن صافي عشان نعرف نركز. الذهن الصافي ده لازم نبتعد عن الأجهزة والتولز اللي بتخلينا نفقد تركيزنا بشكل كبير، زي الموبايلات، زي التابات، زي اللابات، زي الحاجات اللي بتخلي تركيزنا والفوكس بتاعنا على هدفنا يبتدي يتشتت. فده حاجة مهمة، ولازم برضو دور الأسرة يكون موجود في التأهيل ده، وأرجع ليه في الآخر. عندنا لازم يبقى في جزء خاص بتنظيم الوقت، فلازم نتعود إزاي إن احنا ننظم وقتنا عشان نعرف ننضبط. فلازم اعرف ابني ان انا يتحمل مسؤوليه عشان خاطر هو كده ان عاجلا ام اجلا لازم هتروح مدرسه، هتروح شغل بعد كده، هتروح تقضي مصلحه، فمطلوب منك انك تتعلم ازاي تنضبط وتلتزم وترتب وقتك عشان توصل دائما في مواعيد. فده الضلع الرابع. خلينا ندخل على ضلع خامس، مثلا ان انت محتاج ادوات عشان تنفذ اهدافك، فلازم انا كاسره اتشارك مع اولادي ان هم ازاي بيشتروا حاجتهم اللي هيبتدوا بيهم عام الدراسه الجديد. فزي ما عندنا مواسم مثلا زي موسم رمضان وياميش رمضان وبناخدهم في الاماكن الزحمه الدنيا دي ونشتري الحاجات دي، او لما بنيجي ننزل في لبس العيد او نشتري حاجات حلاوه مولد النبي، برضه لازم نشاركهم الموسم بتاع المدرسه كبليت مور ان احنا نعودهم ازاي ينطقوا حاجتهم والحاجه اللي محتاجينها يجيبوها واللي مش محتاجينها ملهاش لازمه. فده ضلع خامس برضه الاسره بتشارك ليه اولادها. في ضلع سادس واخير، لازم نعودهم ازاي يكون عندهم اراده عشان يوصلوا وينجحوا. فكره الاراده لازم تكون موجوده عشان 5 اضلاع الاولانيين يستمروا، فلازم دايما نحفز عندهم جزء خاص بالاراده، ازاي يبقى عند الطفل او الابن اراده ان هو يكمل وينجح ويوصل، ازاي يبقى عنده صبر
ويتحلى بالصبر ويبقى عنده تعيين نفسي حقيقي، ازاي يقدر يقود مجتمع او اسره فيما بعد، فازاي يبقى هو من صغره متاهل على متعود على تحمل المسؤوليه ومتاهل نفسيا للجزء ده. فده دور اصيل للاسره. بلاش الاسره من قبل الدراسه ما تبتدي بقى تتأفف وتتضجر ان المدرسه خلاص جايه. صحيح، خصوصا فيه. ان هم يعني بيبقوا سامعين كويس قوي حواراتنا وبيبقوا مركزين فيها، فلو احنا نفسنا مستائين بالطبع ده بيتنقل للاولاد. احنا نحاول نستقبل الامور بشكل متفائل ونحاول نظبط الجداول قدر المستطاع بين التمارين وبين المدرسه وبين وقتنا في البيت. انا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة، الأستاذ أحمد القاضي استشاري الموارد والتنمية البشرية، بشكرك يا فندم. حالا هنطلع لتقرير عن يعني أول رخصة لسيدة مصرية، وطبعا احنا من أوائل الدول اللي ادت هذه الرخصة، لأنه في دول شقيقة الحقيقة يدوبك لسه بتبتدي تاخد الرخص من فترة قريبة، إنما احنا كسيدات مصر نعتبر مختلفين في الوطن العربي، وطول الوقت بنسعى لاكتساب مزيد من الحقوق. والحقيقة المرأة المصرية مؤثرة وبشكل كبير جدا في مجال المطالبة بالحقوق والمساواة في مجالات كثيرة. دي حاجة فخر جدا، ونتمنى ان احنا دايما تكون كل مرأة تعمل كده، يعني توصل لحاجة هي فيها اول حاجة. وهي طبعا شخصية جميلة جدا، انا عارف انها خيطها في فرنسا وهي أصلاً مستعيد مصر، وهي ست عظيمة أنها برضو نزلت هنا في مصر وخدت نفس رخصة القيادة، وهي مثل أعلى لكل واحدة عايزة توصل أنها تثبت ذاتها، أنها ميبقاش فيه فرق بينها وبين أي راجل أو تعثر ليها. عرفت أن أخوها كان بيمرنها وهو تاجر قطن كبير مشهور وعنده أكيد ثقافة أوبن مايند، يعني عنده وعي متفتح وقتها بالنسبة للوقت ده، وعايز يوصل أخته أنها تخرج من مجال إطار المرأة اللي مقفول عليها البيت ومش قاعدة ومش بتشتغل، لا غيرها خالص، وقدر يساعدها ويقف جنبها طبعا، واكيد لو كان يقدر يديها فرصه اكبر من كده كانت عملت حاجات كتير كمان. شيء جميل حقها، وكويس انها في سنه 28 اجتهدت انها تعمل حاجه زي كده، والنهارده اعتقد ان كل المصريات بيركبوا وعندهم رخص قياده وكويسين، وده شيء جميل جدا جدا، ودليل على ان المراه زيها زي الراجل، ما فيش اي فرق، بل بالعكس ده هي يمكن في رايي انا احسن من الرجاله كتير. حاجه كويسه جدا يعني، ومفيش فرق بين الراجل والست، ودي اكيد يعني كانت محتاجه ان هي تسوق او عندها مثلا ظروف تصلح لها ان هي مثلا تحب ان هي تقضي مشاورها بنفسها او ما تعتمدش على حد تاني، فحبت ان هي تعتمد على نفسها في اداء خدماتها يعني وطلباتها. حاجه طبعا جميله جدا وحاجه زي كده، وكانت حاجه غريبه جدا واخد بالك، والحاجه كل استغربها، بس لما تيجي تشوفي الاساس ان هي كانت حاجه المفروض برضو بتحصل برضو من قبل كده ومن زمان، لان فعلا الست السيره اكتر من كده بكتير، هي اساس الحياه عشان تبقى عارفه. بنرجع لحضراتكم وفقره الذكريات اللي بتبقى جميله وبتدينا معلومات مختلفه كتير مننا ما بيبقاش يعرفها عن المشاهير. النهارده بنحتفل ميلاد لاعب الكرة الشهير مجدي عبد الغني، وهو لاعب كرة قدم مصري لاعب كرة قدم مصري سابق في النادي الأهلي. ولد مجدي عبد الغني في 27 سبتمبر 1959 وبيبلغ من العمر 65 عام، اشتهر بلقب البولدوزر، وطبعا يعني هو معروف بشكل كبير ولسه إلى الآن بيظهر طبعا في برامج كتير. كل سنة وكابتن مجدي عبد الغني طيب وبخير، ومستمرين في فقرة الذكريات وذكرى ميلاد الفنانة أمال زايد. الفنانة أمال زايد ولدت في 27 سبتمبر عام 1910 ورحلت في 23/1972، وهي أم الممثلة الراحلة معالي زايد وأخت الممثلة الراحلة جمالات زايد. بدأت أمال زايد مشوارها الفني في التمثيل سنة 1939 في فيلم دنانير مع المطربة الكبيرة أم كلثوم، و
بعدها تزوجت من عبد الله المنياوي وانجبت منه ابنته معالي زايد، مع اشهر ست امينه في السينما المصريه. وحالا هنروح لفقره جميله بتحافظ علينا وعلى اكسابنا. الحقيقه النهارده اليوم كله او الفقرات كلها متكامله. النهارده فقرتنا الرئيسيه هنتكلم فيها عن الاهتمام بالاجسام وعلى صحتنا وازاي ان احنا نحميها من السموم. وبالطبيعه اكيد طالما بتكلم عن الصحه البدنيه لازم نكون بنتكلم عن الرياضه. اثبتت التجارب ان الرياضه مش بس بتحافظ على الصحه البدنيه وانما كمان على الصحه العقليه والنفسيه. بمعنى مع تغيير المواسم احيانا بيبقى في انخفاض في الحاله النفسيه، وفي ناس بتصاب ب يعني بيسموها مود سوينجز او تغير في المزاج. الرياضه بتحافظ على عدم المزاجيه الشديده دي، بتحاول انها بتهدي وبتحسن الحاله النفسيه. كمان الحاله العقليه اثبتت التجارب والابحاث انه ممارسه الرياضه بتحمينا من امراض الخرف مع الكبر في السن. ووصلنا مع حضراتكم لفقره الاخبار ل 27 سبتمبر 2024، واول خبر من جريده الاهرام. ومصر تؤكد مواصله جهودها في التواصل مع الاطراف الاقليميه والدوليه لاحتواء التصعيد. بننتقل لأخبار مصر. رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملفات العمل. وبننتقل مرة تانية للأهرام. رئيس الوزراء العمل على إتاحة محفزات وتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية. جريدة الوطن. وزارة الصحة تفوز بجائزة الأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير المعدية. والمصري اليوم. وزير السياحة. مصر تستقبل نحو 1.5 مليون سائح ألماني سنويا. وأخبار الرياضة. ذهبيات لرحمة عبد الرازق في بطولة العالم لناشئي الأثقال. وثلاثة. واليوم السابع. الشناوي. نعرف قيمة الزمالك ولكن هدفنا العودة من السعودية بكأس السوبر. أخبار اليوم. عمر جابر. سنقاتل في السوبر بسبب الجماهير والقمة تعتمد على التفاصيل. خبر يعني طريف مع دخول المدارس. اليوم السابع. مدير مدرسة ابتدائي يرتدي زي التلاميذ طوال العام يوميا، يشاركهم ويشجعهم وبطريقة للاقتراب من الأطفال واحتوائهم. بيرتدي زي التلاميذ طوال العام مدير المدرسة. الجمهورية. تحت شعار السياحة والسلام، الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي. احتفلت محافظة الأقصر بيوم السياحة العالمي بساحة معابد الكرنك بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر. وتهدف الفعالية السنوية إلى تعزيز الوعي بالقيمة الشاملة للسياحة بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الفعالة في المحافظة لضمان نجاح الاحتفالية وتحقيق أهدافها. اليوم السابع. محافظ أسوان يطلق فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي بعروض نهرية وجوية لأول مرة وسط حضور الأفواج السياحية والمواطنين وإطلاق سفرات البواخر والفنادق العائمة في إطار فعاليات احتفال المحافظة بيوم السياحة العالمي. شهدت مدينة أسوان عروض جوية ونهرية وألعاب مائية. وبننتقل للأرصاد. وطقس الجمعة حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة. إليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة. القاهرة العظمى 33 والصغرى 24، الإسكندرية 30-22، مطروح 29-23، سوهاج 36-23، قنا 39-24، أما أسوان فالعظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة. وبكده بتخلص فقرة الأخبار.